تعالوا بقى دلوقتي نشوف أسعار العملات والذهب، هل حصل تغير؟ ما أعتقدش أن حصل تغير جوهري منذ الارتفاع الأخير في أسعار العملات أو حتى أسعار الذهب. خلونا نبتدي بالعملة وحبتدي بالدولار الأمريكي اللي سجل للشراء 19 جنيه وقرش، لكن البيع 19 جنيه و16 قرش. اليورو 19 جنيه و16 قرش شراء، أما البيع ف 19 جنيه 34 قرش. الجنيه الاسترليني شراء 22 جنيه 52 قرش، أما البيع ف 22 جنيه 87 قرش. الريال السعودي شراء 5 جنيه و7 قروش، أما البيع ف 5 جنيه و10 قروش. الدينار الكويتي شراء 59 جنيه 98 قرش، أما البيع ف 62 جنيه 36 قرش. زي ما احنا شايفين مفيش تغير في أسعار العملات بقالها فترة، منذ أن حدث أيضا أقول الارتفاع اللي كان في الفترة الماضية. طب أسعار الذهب، حصل ارتفاع الفترة اللي فاتت وما زلنا عند هذا الارتفاع. عيار 18 سجل 922 جنيه، عيار 21 1076 جنيه، عيار 24 1230 جنيه، أما الجنيه الذهب ف 8608 جنيه.